بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كركم البنات، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير. قبل ما يكون نبتة بغيت نقول لكم على زريعة التبغ، يعني نبتة التبغ اللي شوفوه البنات اللي دايرتها هنا فوق طاقة هكذا هنايا في البالكون تاع الطاقة. البنات لقيت الحمام جا وكلا كلامي، شوفوا كلاتها لي تلقيتها. انا رغم ان كنت مغطيتهم كيش السميشه طلعت، قلت يعني نخليهم شويه سميشه حتى لقيتها جات حفرت. شوفوا حفرت كامل، ها هو حفرت لي ونقبت كامل كزريع، يعني شفتها كي زوج مرات ولا ثلاثه ونسيب فيها. قلت بالك راه غير قاعده حتى كي طليت لقيت اللي انا نسيت الساشي، نسيت الساشي ما درتوش. شوفوا البنات والله كلاتها لي، ما راحت كامل. نشوف هذا شتا هو، نظن هذا تاعش الله اعلم، معليش خليهم. هذه البنات دوك نوريكم اليوم واش يعني اش نغرسو البنات. هذو هما البنات لي كامل درتهم معاكم، شوفو هاهم ما شاء الله كامل مماتوش، مماتش. ما درتهم البنات هنا في الطاقة باش يقابلو السميشة. ما هادو لي راني دايرتهم، لا غسيل دايرتها هنايا في الكبلي، تعرفوني أنا هادو. هاي البنات معايا نوريكم اليوم شنو راح نغرسو. البنات جبت لكم هذه النبتة اللي هي يعني كيسموها سلطان الغابة والياسمين الليل، يعني كاين ياسمين الأصفر وكاين الأزرق. انا هذوك هذا صفر لي، هذا نظن البنات كي كنا صغار كنا نقلعوه ونمصو. البنات قلت لكم بلي انا يعني النبته هذه جبتها لكم اللي هي مسك الليل، استغفر الله العظيم، اللي هي سلطان الغابه، يعني نبته كما مسك الليل، ماهوش مسك الليل، ياسمين كما الياسمين. ها هو يجي طويل، شوف هنا جبتو البنات باش نغرسوه. هنايا هكذا كنت دايرته في الماء، البنات لازم نديروه في الماء باش لا. وكينا نجيبوه البنات لازم يكون فيه هاد الفروع هذوك، تشوفيهم ها كيما هادو، لازم يكونوا هادو. ها هي وحده وعند هذا تطيح وهذا ينوضوا، لازم يكونوا فيهم. اللي ما فيهمش هذا البنات يجوا قباله كيما ماشي هنا، هنا كيما راهي فيها ها هون. المهم هاي شوفوا هنايا، ها كتشوفوا هادي كيما هادي راهي فيها مليحه كيما هادي. استنى نحل الورقه نبدور، ها كتشوفي هادو لازم يكون فيهم هادو باش نقدروا نغرسوهم. انا البنات دوكا انا كي جبت هاد العرف هذا نقص من هاك ها ونقلع هذا. ها شوف كيفاش يولي، ها هكذا يولي هكذا. شوف دايما حنا نقولو حق الشبر، ها شبر ونغرسو. البنات انا لهنا مانيش موجدة التربة دوكا، انا دقيقة نجيب باش انا من البنات ما وجدتهاش، كي رحت نجيب البو لقيت ديك الكارثه تاع الحمام وشادلي. والله كي نقول لكم راني في غبينه، كانت واحد الاخت متتبعيني قالت لي ديري لها يعني السيدي وعلقيه، علقته والله ما خافوا منه، بالعكس زادوا هاجوا هاجوا هاجوا، والله ما على بالي عليه. هذه المكحله البنات ميته هنايا على هكاك الاخر. ديما قلنا كي نغرسوا كيما هادو لازم تكون التربة يابسة، على هكاك مش محتاج البنات. بصح شوفو كي طري دوكا، انا نكمل هذه اللي نغرسها. انا البنات اللي نحوس هنايا ماشي نحوس دير لي العروق، البنات انا اللي نحوس هنايا باش دير لي العروق على هكاك، يعني ما درتها في بو هكا صغير كما هادو. ثاني البنات اللي يحبوا يغرسهم ماشي هادو، استغفر الله، هادي باسكو هادو ما فيهم لا، بالعكس هاهم البنات، شوفوا تشوفوا فيهم ها هم دايرين صغار، شوف ها
شوف هاي وحنا تبان مليح. شوفيها ها هذه صافي نغرسوها يعني تنوض. المهم عطوها الماء يعني في هذه الفترة هذه خلوها تشرب مليح 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 باش تلاخر. شوفوا الطرب البنات كتر ما فرغتوش خليته هكاك. سمحوا لي دوك البنات نصنعو ونعاودو نرجع لكم. وبعد البنات ما صنعتو هكذا دوك نبداو باش لاخرو. شوفوا البنات كيفاش نديرو حنا الا هنا رانا نحوسو باش يدير هنا العروق يعني باش نبيعو هذا مشروع يعني تاع نبيعو هذا. واش نديرو ندخلو حنايا بعد ما لاخرنا ها نزيد واحد اخر. حنا نحوسو نديرو العروق ما نحوسوش يعني نديروه باش نغرسوه كيف كيف يعني كيف كيف. بصح لازم اللي يغرسوه في الدار يديروه في بو كبير. حنا نحوسو نديرو له العروق باش من بعد ننقلوه هكذا. شوف ومن بعد نعاودو نديرو له هكا نغطوه مليح. ها حنا البنات حنا علاه قلت لكم الاخر. شوفوا هنايا تشوفوا فيه هنا كيفاش نار هنايا كامل راه يدير لنا في الوراق الصغار على هكاك لازم نديروه. انا نحوس نديرو وكما هذا البنات الصغار شنو نديرو له هكا نقلعو له هادو برك. ها وانا نغرسو حتى لهنا خاطر شوف من بعد هذا تشوفوا مليح. هنايا شوفوا هذه الصغيره فيها ها هم هنايا دوك هنا هذه اللي ندخلوها في الطراب غير هنا. حنا البنات قلنا رانا نحوسو نديرو العروق يعني باش يدير لنا العروق. لازم الطراب يكون ناشف البنات باش نغرسوه. هادو نديرهم في بو داخل البنات هكذا باش دوك شنو نديرو. حنا كي غرسنا هكا البنات نشدو ونفرغو الماء يعني نزيدو الماء هذا قليل عليه علاه باش يشرب تقول علاه كان في الماء على هكاك لازم يشرب مليح البنات باش يوالف يعني يوالف الاخر تاعو. دوك حنا البنات نزيد هادو مانيش باغي نرميهم. شوفوا كيما هذا قلنا شوفوا كي تسيبوه هكا مقشر ما ديروهش كي تسيبوه هكا مقشر ما ديروش تحت الارض نقصوه نحولو نحولو هذيك الجهه. ها شوف نحولو هذيك الجهه البنات وباش نغرسو ما نغرسوش قباله ما نغرسوش قباله وما دي يفسد. هذو هما كامل البنات هذو هما. شوفوا كيفاش نديرو حنا البلونت تاعنا باش تولي مليح. شوف شوفوا كي تولي شيء ما شاء الله. شوف شوف الله يبارك. هذه هي البنات ان شاء الله تكونوا فهمتوا كيفاش نغرسوا هذا النبته هذه. وهذا يعني قلنا باش نوجدوا المشروع للربيع ان شاء الله. تسيبوا كامل الناس بالكامل يبيعوا اللي عنده الزريعه يبدا دوك يدير الزريعه اللي عنده كما هذو. قلنا لكم بلي ماشي بلا ما تشرو ولادي بلا ما تشرو تروحوا كاين بزاف في الطريق ولا يعني تستاذنوا من صاحب الحديقه اللي عنده حديقه تاعو قولوا اسكو تعطينا شويه يعطيكم ورولو غير المهم نتوما خيروا العراف يكونوا ملاح وقصوهم وجيبوا مغرسوهم قرعوا غير يدير لكم العروق. تحبوا تفرقوهم تحبوا ديروا في قبلي كل واحد وحده حتى ما تنقلوا كيما حبيتوا يعني مشروع رائع. كاميرا ما يحبوا هذا بس علاه يغطي لهم على الطريق يغطي لهم يقعدوا تحتو يعني يدير في الصيف ظليله وتسيبي داير النوار وما شاء الله وتسيبوا لي بابيون فراشات يجوا يدوروا والنحل ما شاء الله. البنات ربي يخليكم ان شاء الله كي العسل ولادي حبابي وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.